بالمختصر المفيد. هلأ أنتوا بتعانوا من كل ألام المفاصل وخصوصا ألام الركبة، هذه اللي بتكون ألامها كتيرة وخصوصا مع العمر ومع الوقفة ومع الوزن ومع الحركات اللي مش كويسة. هلأ إذا بنعطيكم هالشغلة هذه وتتبعوها، أنا بضمن لكم أقل شيء 20-50% بس من شغلة واحدة حتخفف كتير من الآلام. هلا هذه الشغلة بتعتمد بدكم تطحنوا الحبوب. عدوا معي هلا الحبوب اللي بدنا نطحنها ونحطها مع زيت الزيتون. الحبوب هذه أولها بدي استخدم حب الرشاط، بدي استخدم الحب السوداء، بدي استخدم السمسم، الحب السوداء، السمسم، حب الرشاد، بدي استخدم الخردل، الخردل الابيض، الخردل الابيض، بدي استخدم النعنع، بدي استخدم الزعتر، بدي استخدم اكليل الجبل، البذور، انا بحكي افضل شيء البذور، اتعذر الاوراق الاعشاب، بدي استخدم القرنفل، بدي استخدم الهيل، بدي استخدم الكركم، الكركم بدي استخدمه وبدي اضاعف منه فيها المطحون هذا. والكركم افضل شيء اذا بتجيبوه فريش يعني من جذوره، اذا مش ملكي تجيبوه من مصدر موثوق. الكركم بدي تستخدموه هلا، تضيفوا له الخلطه هذه ممكن وتحطوا كمان ملعقه من الملح عليه، الملح الصخري على المخلوط هذا، وتحطوا كمان ليمون، وإذا بدكم حطوا لكم رأسين ثلاثة ثوم فيه وخلوه عندكم في البيت محفوظ في مكان داكن، أو إذا بدكم في التلاجة مع زيت الزيتون البكر. وهذه الزيوت ما عليكم إلا يوميا تدهنوا منها على الركبة الفترة الصباحية بعد طبعا غسلها ونقعها في المياه الساخنة مع الأملاح، بيجي دور الدهن في الزيوت هذه ملعقة ملعقتين ثلاثة كدهن على المنطقة المصابة، سواء كتفك، سواء ظهرك، سواء إجرك من تحت، سواء ركبتك، أي منطقة مؤلمة ممكن تندهن. الدهن بتم مش بس يعني تحطوا الزيوت وتتركوها، بدكم تحطوا الزيوت وتصيروا تعملوا ضغوطات، يعني تعملوا مساج، يعني تدعكوا، يعني تضغطوا على مش بس على المفصل، بتحت المفصل عضلات البطة هذه لازم تنتعك في الزيوت هذه بشكل كويس، المنطقة الأمامية من الركبة، المنطقة الخلفية فوق الركبة بعشرة 15 سنتي، هذا كله بدكم تعملوها بالزيوت هذه ودعك. وبالمناسبة يعني بتمرنوا إيديكم. والشغلة الثانية هذه الزيوت بتاخدوها مع اي صحن سلطة بدكم اياه، سلطة بس سلطة، اي صحن سلطة انتو بتعملوه في البيت بتحطوا على صحن السلطة ملعقة لملعقة ونص فقط. ما هي هاي عادي جدا، يعني احنا بنحط بهارات يعني بجوز اكتر من الكمية هذه، بس انت في هاي الحالة وفرت لحالك كل اللي بدك اياه في العملية البسيطة هاي، معلقتين تاكلها الفترة الصباحية والفترة المسائية مع السلطة، وبعد ما تاكل السلطة اشرب لك شيء ساخن وكثر من المياه، والدهن بيكون صباحي ومسائي والاكل صباحي ومسائي، تبعوها بس، لانه هاي كلها المكونات المعدنية والمكونات اللي بتبني الغضاريف من كالسيوم من بوتاسيوم من مغنيسيوم من احماض امينية من فيتامينات، كل الفيتامينات هون موجودة في هالحبوب هذه، يعني هذا نظام غذائي لا مكملات ولا ما يحزنون، هاي المكملات وهاي العلاجات اتبعوها، وانا ضامن لكم 50% اقل شيء من عندي. واللي ما بحصل 50% هذه اذا طبع حمرتين في اليوم بس يصبر علينا اسبوع اسبوعين، مش تجوني بعد يوم تقولوا لي ما خفيتش لمدة شهر خلينا نقول، انا برجع له الفلوس. ماشي الحال، بس جربوها. تحياتي لكم.